هذه هي الجزائر الجديده. تعلمنا احنا تعلمنا ونكن كل التقدير والاحترام للسيد رئيس الجمهوريه اننا كنا تحت المسؤوليه نتاعه في وزاره السكن والعمران والمدينه، وعلمنا علمنا نخدموا، اعطانا نعطيكم على سبيل المثال لا للحصر. نهار اللي استلم السيد رئيس الجمهوريه جامع الجزائر كان على مستوى الاساسات. نهار اللي استلم المدن الجديده كانت على مستوى الاساسات. نهار اللي استلم الملاعب الكبيره كانت على مستوى الاساسات. والحمد لله العداله الالهيه صلى في جامع الجزائر رئيس الجمهوريه. افتح الطبعه 19 لالعاب البحر الابيض المتوسط رئيس الجمهوريه. وزع في سنتين 520 الف سكن من المدينه الجديده سيدي عبد الله وبوينان والمنيعه واخيرا حسيم سعود. الاداره انفتحت، لازم تعرف الناس باللي الاداره في ولايه أدرار كانت ضيقه على بعض الاسماء. هذا الشيء لازم يعرفوه قصور وبلديات ولايه أدرار، وهذا بفضل هذه هي معالم الجمهوريه او الجزائر الجديده التي اقرها السيد رئيس الجمهوريه. الجزائر الجديده هي الشفافيه، الجزائر الجديده هي العداله الاجتماعيه، الجزائر الجديده هي ما لازمش تدي حق الانسان، الجزائر الجديده هي لازم تقضي على البيروقراطيه. كي نشوفوا بعض النفوس السيئه ربما كي تشوف التعليقات، انا كوالي خرجت القطاع التجزئه الاجتماعيه، القوائم استقبلتها من البلديه، كي خرجت الاستصلاحات درت بوابه فيها الشفافيه، خمسه ولا سته والتعليقات ولا عشره اللي عندنا سماواتهم، هاد الناس اللي ما يبغوش الشفافيه، اللي كانوا ياكلوا الغله بطرق ملتويه في وقت ماذا. المواطن اللي خاصه الماء والصرف الصحي والمياه والاناره، هذه خدمتنا. انا مسؤول، انا والي راني ندير روحي تحت الضغط. انت قادر تفرح بيا درت لك طريق في 10 كيلومتر ولا 15، انا اللي يقول لك لا. هذا دخل في الخدمه تاعي، بصح راني نطلب منك انك تساعدني في المعلومه منين انا ننظف لك الحي ويفوتوا شاحنات ويقيسوا لي الاوساخ. من نفوت عند سوق تاع احمد تيمي للمواشي كل اسبوعين مع الدرك الوطني لازم ننقيه، وعلى بالكم باللي المرض هذا نتاع الجدري هذا المواشي هذه اللي تكون ميته ومقيوسه في المساحه، هذا هو المواطن. هذا هو تبادل المعلومه. الامن يحق المواطن، يحق المجتمع المدني.